بسم الله الرحمن الرحيم. نرحبوا بموقع لايون بريس. هذه هي المره الثانيه اللي كتستضفنا هذا الموقع. نتمنوا له كل نجاح. بالنسبه للتدريب ديال الفئات الصغرى كتمر في جو رياضي، كنحاولوا نبدلوا ما امكن من المجهودات باش نوصلوا اكبر قدر من المعلومات حول كرة القدم، وكما يخفى على الجميع بالنسبة للنتائج فهي نتائج متواضعة. احنا الهدف ديالنا ماشي هي النتائج، هي النتائج بقدر ما نحاولوا هاد الوليدات يلعبوا ونساهموا في تنمية الرياضة في هاد المدينة. والغرض ديالنا كما قلنا يعني في الجمع العام هي توسيع القاعدة الرياضية، وغرضنا يعني كل شيء يمارس هاد الرياضة. وكما لا يخفى بالنسبة للعيون يعني المتنفس الوحيد في هذه المدينة وهي كرة القدم. وهاد الوليدات الصغار يعني كما كتشوفوا خصهم غير واحد الدعم. عندنا إمكانيات وعندنا طاقات بشرية اللي خصها الدعم. خصنا الدعم باش نوصلوا بهم لواحد المرتبة. وكما يعني كنت صرحت واحد النداء، احنا محتاجين للدعم وبالخصوص الأمتعة الرياضية اللي كاين خصاص، لأن عندنا واحد العدد كبير ديال المنخرطين، كثرة الكرات والأحذية الرياضية، هذا هو اللي خصنا. الألبسة والألبسة الرياضية، يعني كاين طاقة بشرية ولكن خص الدعم. ولهذا نداء إلى كل الغيورين الرياضيين في هذه المدينة ولا خارج المدينة، وبالخصوص اللي كيتواجدوا بخارج الوطن باش يدعمونا. الفتيان شحال عندكم اسي مصطفى؟ ما عندناش شي قدر، يعني نقدر نقول لك وكاين واحد ال 50 حتى ما بين الفتيان والصغار، الى كاين واحد 60 ولا حتى 70 منخرط. بالنسبه للتنسيق مع الفرق المحليه الاخرى كاين شي تنسيق؟ حنا الايادي ديالنا ممدوده لجميع الفرق، يعني احنا حاليا كننسقوا معاهم، ولكن صراحه كاين حزازات، انا اقولها صراحه السياسه انعكست على الرياضه في مدينه العيون. ولهذا خصنا نتجاوزوا هذه الخلافات، وخصنا احنا بالنسبه للنجم الرياضي العيوني احنا الايه ديالنا ممدوده لجميع الانديه الرياضيه. النجم شحال من سنه هذه من تاسس؟ النجم هذه 3 سنين. العام الاول يعني ما كناش منخرطين في العصبه، ولكن هذه هي السنة الثانية اللي رحنا منخرطين في عصبة كرة القدم بالنسبة لعصبة وجدة. بالنسبة للنتائج الكبار فهي نتائج يعني لحد الآن فهي جيدة، كنحتلوا المرتبة الثانية. مشرفة. والطموح ديالنا يعني بالنسبة للفارق اللي تكون هذه الله عامين، الطموح ديالنا كانت منه الصعود. إلى احنا كنطمحوا، هذا طموح وطموح مشروع. وأخيرا كنشكروا موقع العيون بريس وشكرا. شكرا لكم. انا حسن كاع مره خطر مزيان. حسن بسم الله الرحمن الرحيم. كنشكر موقع العيون بريس على هذه الاستضافه. نحيو النادي ديالنا اللي هو نادي النجم الرياضي العيوني لكرة القدم. رحنا كنتدربوا، رحنا في تيام داخلين في البطوله، وكنشكروا هذا
المؤسسين اللي راهم يعاونونا، ورحنا عندنا نتائج متواضعة، وكنتمناو يعاونونا ونتمناو لحد موفق. بسم الله الرحمن الرحيم، كنشكروا السي مصطفى اللي كيدربنا وكيعاوننا، وكنشكروا المؤسسين اللي كيساعدونا، وكحنا بحاجه للدعم باش باش نكونوا افضل في المستقبل ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، حنايا كيفيتي النادي نجم الرياضي العيوني لكرة القدم، نحن نشكر طاقم التقني والمدرب ديالنا السي مصطفى وجميع المسيرين، ونبغيو شويه يدعمونا شويه لهذا الشيء، وحنايا بطولات شويه متداعمه. شحال من مقابلة شاركتوا فيها خارج الميدان؟ مقابلة واحدة وانتصرنا عليهم بثاني هدف. فين كانت؟ في مدينة وجدة حسنية لازاري، وهدف غلبناها انتصرنا عليها الجهة الأخرى وكونترير يلا صالح عاود ثاني غير تما هاد الصورة.